احتشد مشايخ وأعيان وأبناء قبائل محافظة حجة اليوم إلى أمام مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء للمطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة في قضية استشهاد المغدور به الشهيد بروان عبد الثلاية من قبائل مديرية مبين، والذي استشهد في أغسطس الماضي أثناء عودته من السعودية وتحديدا بمنطقة بلاد الروس، وعثر على جثته مقتولا بأربع طلقات نارية بجانب الخط العام، ونهبت سيارته نوعها هايلوكس. وتقدم المحتشدون وفي مقدمتهم الشيخ صدام دعقيل أبو مشعل والشيخ أحمد حزام الفقيه والشيخ يحيى ناوي الشومي ووالد الشهيد الأخ عبد الثلاية وجميع مشايخ وأعيان وأبناء قبائل حجة، في البداية بالشكر والتقدير للجهات الأمنية وأفراد الأمن والبحث الجنائي بمحافظة صنعاء وشرطة مديرية خولان، والذين تمكنوا بفضل من الله ثم جهودهم الحثيثة من معرفة هوية المتهم، وهو المدعو شايف مجاهد صبر، وتم القبض عليه خلال أقل من 12 ساعة من وقوع الجريمة. وناشد النائب العام وقيادات الدولة بتحويل القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة باعتبارها جريمة حرابة وقتل وقطع للطريق، والبت فيها بأسرع وقت لينال مرتكبو هذه الجريمة النكراء جزاءهم الرادع. وكذا طالبوا بتكثيف التحقيقات مع المتهم في سبيل القبض على بقية أفراد العصابة حسب تعبيرهم، وإعادة مبلغ 100,000 ريال سعودية والتي تم نهبها على المجن عليه بعد قتله، وكذلك تسليم مفاتيح السيارة لأولياء الدم. نطالب بحالة قضيتنا إلى الجهة المختصة وهي الجزائية المتخصصة، كون الملف كان ماشي صح، وأمس تفاجأنا باقتراح بعض القضاء على أنها أن القصاص يرجع عمد، بدل ما أنها حرابة وعصابة كبيرة تآمرت وقتلت ولدي، تفاجأنا أمس بالاقتراح على أنها ترجع إلى قتل عمد. هل هذا يرضى الله؟ لأن وقضية رعي عام سمع بها القاسي والتاني في الخارج والداخل، والآن نطالب بسرعة القضية وإحالتها إلى الجزائر المتخصصة كونها حرابة. ما حصل لابن الشهيد مروان عبد الثلاية من اختطاف، من قتل، من قبل عصابة منظمة، تنظيم متكامل حقيقة، وما جرت فيه الإجراءات القانونية. في البداية كانت إجراء سليمة 100%، وأشياء نعتز بها ما قام بها الجهات الأمنية، وفضل الله سبحانه وتعالى توفقوا في هذا الجانب والقبض على الجناية في أسرع وقت ممكن. ولكن لوحظ في الفترة الأخيرة الماطلة وعدم القضية هذه لم تأخذ مجراها صحيح، والإسراع في اتخاذ الإجراءات بشكل سليم 100%. لوحظ الفترة الأخيرة أن في تمييع القضية بشكل أو بآخر. نتمنى من وناشد رئيس القضاء الأعلى، نناشد النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات السليمة والقانونية وتنفيذ حد الله في هذه العصابة، وهي قضية حرابة مشهود لها على في المستوى المحلي والمستوى الدولي، ونأمل اتخاذ الإجراءات السليمة والصحيحة في أسرع وقت ممكن، التنفيذ حد القصاص على العصابة اللي قامت بهذه الجريمة النكراء التي يستنكر لها جميع أبناء اليمن بمختلف قبلها، بمختلف محافظاتها، بمختلف مديرياتها. أنا من أمام النائب العام أبناء محافظة حجة جميعهم، كبيرهم وصغيرهم ومشايخ وشخصيات اجتماعية، وبجانب أولياء الدم عبد الثلاية، نطالب ونناشد من هنا رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ورئيس مجلس القضاء والنائب العام بإرسال الملف ومحاكمة الملف وعقد جلسة طارئة، لأن هذه القضية قضية حرابة، وتم قتل الشهيد مروان الثلاية وهو في الطريق مسافري، ونهب سيارته مع فلوسه، وهذا حرابة، والحرابة ذكرت في القرآن الكريم. فنرجو من الجميع اللي ناشدناهم إرسال الملف القضية إلى المحكمة الاختصاصية لمحاكمة المجرم مع عصابته وإخراجهم إلى ساحة الأعدام. ومن هنا جميعنا أبناء محافظة حجة نتعهد لولي الدم عبد الثلاية أن احنا بجانبه جميعنا كلنا، حتى إخراج المجرمين إلى ساحة الأعدام لينول جزاءهم وأعدامهم في القريب العاجل. باسم مديرية مبين
صغير وكبير وباسم محافظة حجة وباسم المستضعفين وباسم المسافرين وباسم المغتربين وباسم كل واحد في الشعب اليمني كامل وباسم شهيدنا المغدول والملهوف رضوان سرايا نتقدم علي بتظلمنا إلى الأخ النائب العام والناشده. نحن نتظلم، قضيتنا هذا طالت، وقضيتنا يعني حصل فيها تكاسل وتلاعب، ولذلك نحن نطالب يعني بسرعة تنفيذ القصاص الشرعي سواء يعني في القتلة أو في العصابة الذي بجانبهم والذي أقلقوا العم والسكينة العامة وعبثوا بالشعب. وهذه العصابة حكم فيها الله سبحانه وتعالى بحكم الأعدام وبحكم إنما الذين يبغون في الأرض فسادا إنما يقتلوا أو يصلبوا أو يمرون الأرض.